السلام عليكم. خلف أبواب منازلهم هم ذلك الغائب الحاضر، وخلف أبواب غرف المعتقلات هم ذلك الحاضر الغائب، حضورهم الجسدي وغياب حريتهم ووجودهم الإنساني. المختطفون جرح الحرية المفتوح الذي يتجدد بين فترة وفترة كواحد من أكثر الملفات الإنسانية المثقلة إذا ما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان اليمني منذ الانقلاب والاجتياح. النداءات المدنية من قبل المنظمات الفاعلة في الحقل الإنساني في بلادنا حملت العديد من الإشارات، من بينها دعوة كل الأطراف إلى انتهاز الشهر الفضيل لمعالجة المعاملة غير المشروعة للمختطفين. منظمة هيومن رايتس وجهت دعوة حملت العديد من المضامين في محتواها، مطالبات لقوات الحوثي والمخلوع وتلك القوى المدعومة من الإمارات بإطلاق سراح كافة المختطفين في السجون السياسية، وكذا إطلاق سراح الأطفال الذين تم اختطافهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تتم بحق المخفيين في تلك المعتقلات غير القانونية. وهنا نتساءل، ما أهمية تلك المناشدات التي حملتها منظمة هيومن رايتس بخصوص المختطفين في هذا الشهر الفضيل؟ وهل حضور ملف المختطفين في سجلات ونداءات واهتمامات تلك المنظمات من شأنه أن يسهم في إسناد حريتهم المختطفة؟ حول هذه التساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. المختطفون في رمضان، المعاناة المضاعفة التي تتكاثر بعيدا عن عيون الإعلام والمجتمع المدني، خصوصا في تلك السجون السرية حيث لا صوت فيها إلا صوت السجان وأنفاس المختطفين. النداءات المبعوثة من قبل المنظمات الحقوقية في رمضان حملت مضامين تتعلق بالمعاملة اللا إنسانية التي يتعرض لها من أسمتهم بالمحتجزين، وهم الذين تعرضوا للاختطاف القسري من قبل سلطات غير قانونية. منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن شهر رمضان المبارك يتيح لأطراف النزاع المسلح فرصة لمعالجة المعاملة غير المشروعة للمحتجزين. وطلبت المنظمة أيضا في بيان قوات الحوثي وصالح والقوات الحكومية اليمنية وتلك المدعومة من الإمارات بإطلاق سراح المحتجزين تعسفا. تأكيدات المنظمة حملت مضامين لها علاقة بحقوق المختطفين، من بينها إمكانية الاتصال بمحامين وأفراد أسرهم والكشف عن مصير المختفين قسرا ومكان احتجازهم. إطلاق سراح الأطفال وغيرهم من المحتجزين دون داع ومحاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة للمختطفين كانت ضمن المطالبات التي حملها بيان المنظمة المهتمة بحقوق الإنسان في بلادنا. على صعيد الذاكرة، وثقت هيومن رايتس ووتش الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من قبل قوات الحوثي وصالح والقوات الموالية للحكومة وقوات الأمن المدعومة من الإمارات في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، بما في ذلك محافظات عدن وأبين وحضرموت. فيما يتعلق بقاعدة البيانات، قالت المنظمة إنها لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للمحتجزين حاليا، لكن المنظمات اليمنية غير الحكومية تقدر ذلك بالآلاف. حضور المختطفين في النداءات الإنسانية وبيانات المنظمات الدولية يبدو جليا أكثر من أي وقت مضى، غير أن لا جهود دولية حقوقية لإطلاق سراحهم، خصوصا جهود المبعوث الأممي الذي لم يعد مهتما بملف المختطفين كما كان عليه في المحادثات. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي عبر السكايب رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات الدكتور دحان النجار، ينضم لنا عبر السكايب من نيويورك. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. إذا بداية مبارك عليكم الشهر. الآن نحن في يعني ملف المختطفين ملف كبير، تزداد معاناة المختطفين ربما وأهاليهم تحديدا في يعني في هذا الشهر المبارك. دعنا نتحدث بشكل إجمالي عن هذا الملف، كيف هو وضع المختطفين قسرا والمحتجزين في سجون غير معروفة الأماكن تحديدا في اليمن؟ أولا مبارك عليكم الشهر الكريم وعلى كل المشاهدين في كل مكان، ونقول كان عندنا أمل أنه في هذا الشهر الكريم يتم الالتفات إلى الجانب الإنساني، الجانب الأخلاقي، الجانب الديني، وتخفيف معاناة المعتقلين. لدينا تاريخ في اليمن ليس مشرف من ناحية الإخفاء والتعذيب،
لكن للأسف الشديد أنه يتكرر في هذا الزمن بالذات، في الوقت الذي كان الجميع قد وصل إلى بعض التوافق حول احترام حقوق الإنسان وحول انتهاج أسلوب الحوار وحول حل كل القضايا الخلافية بشكل سلمي، إلا أن الفترات الأخيرة حملت لنا مبشرات أو سلوكيات لا يمكن القبول بها إطلاقا، وعودة التعذيب وعودة الإخفاء وعودة فتح السجون السرية في مختلف مناطق البلاد، وهذا شيء معيب لا يمكن أن يقبل به أي إنسان، ولا يمكن أن تقبل به المنظمات الدولية الإنسانية ولا المجتمع المحلي أو الإقليمي أو الدولي. طيب، في اليمن الآن تحديدا بعد هذا الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي والمخلوع، وكذلك في هذه الفترة الآن، إلى أي مدى بات مسألة الاختطاف والاحتجاز تعسفا خارج نطاق القانون وخارج يعني إعطاء مبررات قانونية واضحة هو أمر موجود؟ يعني كم نسبة ذلك؟ كم عدد المختطفين قصرا؟ هل من معلومات واضحة حول ذلك تنشرها المنظمات المعنية؟ نعم، هناك أرقام مختلفة نشرتها جهات مختلفة محلية ودولية، والأرقام تتضارب ما بين 3000 معتقل قسرا لدى قوات الحوثيين وصالح، وهناك 2000 وأكثر لدى جهات أخرى. لكن من الواضح أن هناك أيضا معتقلات قسرية سرية في مناطق مختلفة ومتعددة. هناك تعدد الجهات اللي تقوم في عملية الاختطاف، إلى اليوم نسمع عن اختطاف هنا وهنا واعتقال هنا وهناك، وكل هذه ممارسات خارج نطاق القانون. وللأسف الشديد، للأسف الشديد أننا وصلنا إلى مرحلة أن يأتي نائب عام المفروض أن يكون هو أول من يدافع عن القانون وعن القضاء وحيادية القضاء، ليصرح بأنه لا يجب أن يكون القضاء محايدا في هذا الوقت. إذا نحن في انتكاسة أخلاقية، انتكاسة حقوقية، انتكاسة دينية ومجتمعية نعانيها في اليمن نتيجة الأوضاع السائدة ما بعد سبتمبر 2014. طيب، وسط كل ذلك كانت هناك دعوة لهيومن رايتس ووتش تتعلق ب يعني أهمية المعاملة الإنسانية ومضامين حول المعاملة الإنسانية للمختطفين، ووجود فرصة، يعني هو العنوان للبيان كان شهر رمضان فرصة للمعتقلين، حرروا المعتقلين ظلما، اضمنوا تواصلهم مع أسرهم ومحاميهم. هكذا دعوة، ما أهميتها في هذا الوقت تحديدا؟ أنا أعتقد أهمية الدعوة هي أهمية معنوية بحد ذاتها، لأن هيومان رايتس واتش ليست منظمة تمتلك من وسائل الإخضاع لأي طرف لكي ينفذ ما يتم توجيهه إليه، لكن دعوة كهذه من منظمة دولية لها قيمتها ولها وزنها، على الأقل تعرية من لا يتعامل إنسانيا ولا أخلاقيا مع أبناء مجتمعه، أبناء بلده. لا أعتقد أن هناك إنسان يحمل القيم الإنسانية، القيم الدينية الأخلاقية في هذا الشهر الكريم يمنع المحتجزين من التواصل مع أهليهم وذويهم. هذه ظاهرة وحشية بصراحة، لابد من الوقوف أمامها محليا وإقليميا ودوليا. نحن في القرن 21، خرجنا من شريعة الغاب قلنا قبل سنوات، لكننا نعود إليها الآن في هذا الزمن، زمن الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى العالمي، فشيء معيب. طيب، الآن هذا الحضور بالنسبة لملف المختطفين لدى المنظمات، لدى نداءاتها واهتماماتها أيضا، هل سيسهم أكثر في مساندتهم؟ يعني أنت تحدثت عن دعم معنوي، لكن إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك فارقا في مثلا على الأقل إتاحة التواصل، ومن ثم زيارة هؤلاء المختطفين، ومن ثم الإفراج عنهم؟
أي ضغط على أي مستوى هو مطلوب، ومن الواضح أن بعد يومين سيجتمع مجلس الأمن الدولي وسيناقش الوضع اليمني بما فيها مسألة حقوق الإنسان. طبعا هذا هو نتيجة للضغوط وللتقارير التي ترفع والنداءات التي نسمعها من هنا وهناك، لكن هذا لا يكفي. المفروض أن تكثف الضغوطات وتكثف الجهود الدولية الإنسانية وتكثف جهود المنظمات الحقوقية المحلية في سبيل الضغط على السجانين، في سبيل الضغط على الجهات التي تمارس العمل خارج الإطار القانوني وخارج الأخلاق الإنسانية، كي تخفف من معاناة المختطفين قسرا ومن معاناة أسرهم. لا أعتقد أن الضغط إلى الآن كافي، سواء كان محلي أو دولي، لكن شيء أفضل من لا شيء، ولا بد من استمرار الضغط إلى حد ما، وأعتقد أنه سيكون في هناك بعض النتائج الإيجابية، على الأقل من باب تجميل وجه المختطفين والسجانين قسرا إن أرادوا بعض الحلول السياسية. يعني هو كان منتشر أو يتم الحديث عنه بشكل أكبر مسألة اختطاف جماعة الحوثي والانقلابيين المخلوع صالح وغيره لأناس واحتجازهم قصرا، لكن الآن الحديث الأكثر يعني زخما هذه الفترة هو حديث عن وجود معتقلات سرية في أماكن تقبع عامة تحت سيطرة الشرعية، ويعني هي في أماكن مسنودة ومدعومة من قبل الإمارات. وجود هذه المطالبات الآن لدول، ونحن نتحدث عن يعني تعبير يعني شكل رسمي، اعتراف رسمي، هذه الدول لها اعتراف رسمي وليست ميليشيات مثل يعني ميليشيات الحوثي لا أحد يعترف بها رسميا. الآن دولة مثل الإمارات هي رسميا عضو في الأمم المتحدة، هل يمكن لمثل هكذا مطالبات أن تجد صدى لها بشكل أكبر لديهم؟ أولا أنا شخصا أرحب بالشفافية وكشف المستور مهما كانت الجهة التي تقوم به، سواء كانت دولة الإمارات أو سلطات صنعاء أو السلطات الشرعية أو أي جهة أخرى، لأنه لابد من كشف المستور، ولابد من الوصول إلى الحقيقة، أين يوجد المختطفين قسرا والمخفيين، وأين توجد السجون السرية الغير قانونية التي تشكلت الفترة الأخيرة في معظم محافظات البلاد. أعتقد أن كشف هذه الظاهرة سيؤثر في سلوكيات بعض الدول، سواء كانت الإمارات أو غيرها بلا شك، لأن هناك ضغوط تتوجه باتجاه الجهات المختلفة، ولا أعتقد أن هناك دولة ما ستتمرد بشكل كلي على الرأي العام الدولي أو المجتمع الدولي. لكن في الأخير التهمة السجون القسري والاخطاف القسري كما أشرت أنت في العزيز هي ليست موجهة لجهة بمفردها، برغم الفارق من هذه الجهة إلى تلك، لكن أطراف الحرب سواء كانوا المحليين والإقليميين لا شك بأنهم يقومون باختراقات متكررة، وقبل من وقتها أو التخفيف منها. طيب أرجو أن تتفضل يعني بالبقاء معنا دكتور. ينضم إلينا الآن مطهر البديجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك أستاذ مطهر. مرحبا، أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ مطهر. إذن كيف تابعت بيان هيومن رايتس ووتش بخصوص المختطفين، وأن هذه الآن فرصة ل يعني شهر رمضان يتحدثون أنه فرصة لتحرير هؤلاء المعتقلين ظلما، وهي فرصة لأن يعاد شملهم ولم شملهم إلى أسرهم؟ شكرا جزيلا. أنا أعتقد أن ملف المختطفين والمخفيين قسريا يجب أن نعطى أهمية كبيرة من كافة الأطراف. نحن مع البيان الذي أصدرته الهيومن رايتس ووتش، ونحن كجزء من المجتمع المدني اليمني نطالب وطالبنا مرارا وتكرارا بأنه يجب على كافة الأطراف أن تولي هذا الملف اهتماما، والجهات المنتهكة سواء كانت ميليشيا الحوثي صالح أو الأطراف الأخرى المحسوبة على
على القوات الخاصة بالحكومة الشرعية أو الأجهزة الأمنية خارج إطار هذه المنظومة، يجب أن تكشف عن الأعداد الحقيقية التي تحتجزهم دون مسوغات قانونية. هذه نقطة. النقطة الأخرى، يعني إذا نظرنا أو إذا ما نظرنا إلى الأرقام التأثيرة من الميدان، يعني خلال الخمس الأشهر الحالية من العام الحالي 2017 وصل عدد المخفيين والمعتقلين 1900، عدد مهول جدا، يتوزعون على معظم المدن الجمهورية شمال وجنوب. هذه ظاهرة ملفتة، ويجب أن وكما قلت أن تتضافر الجهود، يجب المجتمع المدني أن يتحرك ويعمل على نشر القوائم الخاصة التي وصلتنا من رافدين والموثقة واللي تأكدنا حولها أن تنشر، ونعمل على الضغط على المجتمع الدولي من جهة والضغط على الأطراف الخاصة المحلية سواء الميليشيا سواء الحكومة الشرعية، ونطالب بإطلاق سراح هؤلاء المخفيين. لك أن تتخيل أن بعض المخفيين لا زالوا خلف القضبان أو مخفيين أو معتقلين لهم قرابة سنتين ونصف. أستاذ مطهر، نعم تفضل. نعم، طيب، يعني الآن أنت تحدثت عن حوالي 1900، إذا لم أخطأ التركيز في الرقم، أنت تحدثت عن 1900 مختطف خلال الخمسة الأشهر الأولى. تتحمل المسؤولية الرئيسية من 1900 من ميليشيا الحوثي صالح، وفي جزء آخر تتحمله عدد من الأطراف الأخرى. يعني هذا الرقم ليس إجمالي. أمنية محسوبة على الحكومة الشرعية. هذا الرقم ليس إجمالي عدد المختطفين في السجون في أنحاء اليمن. هذا فقط خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. نعم. إذن المنحنى التصاعدي في عملية الاختطاف خارج إطار القانون، أليس كذلك؟ صحيح، أتفق معك. يعني إذا ما نظرنا إلى الإحصائيات والبيانات التي المتوفرة لدينا من سبتمبر 2014 وحتى اللحظة، يعني يتجاوز العدد قرابة العشرين ألف. من هذا العدد افرقت الميليشيات عن جزء من الاعداد. النقطه الاخرى انه بعض الاعداد او بعض الاسر تحافظ او الى الان لم تقدم المعلومات الخاصه بالمخفيين او المعتقلين خوفا على سلامتهم، تتحفظ جزء من الناس عن عدم الادلاء باي معلومات. النقطة الأخرى، ممكن القول أن تصاعد الأعداد الضحايا الاختفاء القسري شمل معظم، كما قلت سابقا، معظم مدن الجمهورية. لا تخلو بيت إلا ولديها قصة مؤلمة لواحد أو أكثر من أفرادها تعرضوا للاختفاء أو الاختفاء القسري. يعني كما قلت سابقا، تتحمل المسؤولية الكبيرة والأساسية ميليشيا الحوثي صالح التي مارست عمل الاختطافات والإخفاء على نطاق واسع ومنهج، وخاصة ضمن شرائح محددة منها السياسيين والإعلاميين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان. هذه بالدرجة الأولى، وثم تتبعها الناشطين الحزبيين والمعلمين والقضاء وإلى آخر هذه المنظومة. ووصل الأمر إلى أننا رصدنا خلال العام الماضي حوالي 6 حالات اختفاء قسري واعتقالات شملت النساء، وهذا سابقة خاصة بالعرف والتقاليد لدى المجتمع اليمني. يعني أنا الآن أتابع هذا يعني البيان الذي صدر من Human Rights Watch وأقرأه الآن. هناك يعني اتهام واضح لميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، وهناك أيضا لقوات الحكومة اليمنية الموالية للحكومة والأمن المدعومة من الإمارات. هذا الأمر جديد ربما بشكل أكبر هذه الفترة، أو زاد الحديث عنه أكثر هذه الفترة. برأيك أنت، هل لأن يعني الأمر يعني تزايد خلال هذه الفترة، أم لأن هناك أسباب أخرى سببت ذلك؟ أنا والله لو أقيس الموضوع من وجهة نظر حقوقية، الموضوع في تزايد. اشتركت، كنا سابقا نحمل المسؤولية الرئيسية على ميليشيا الحوثي صالح، اشتركت في خلال هذه الفترة للأسف الشديد عدد من الأطراف.
أعتقد أن الموضوع إذا ما نظرنا له من وجهة نظر حقوقية أنه معظم الأشخاص الذين يقبعون داخل هذه السجون السرية أبرياء أو كانوا صدفة موجودين في مناطق الاحتجاز أو بناء على وشايات كاذبة نحن نأخذها من هذا المنحى. الاستمارات والبيانات الواردة لدينا من الميدان تقول هذا الكلام، تقول أن معظم الأشخاص إما يعتقلوا على خلفية سياسية أو على خلفية أو خلفية نشاطهم الحقوقي والمجتمعي. طيب أنت تحدثت عن نقطة أيضا مهمة أستاذ مطهر، أن هناك الكثيرون من الأسر يرفضوا عملية الإفصاح عن أن هناك مختطف لديهم أو أن هناك من أقاربهم من تم احتجازه واعتقاله قصرا. هذا الأمر كيف يمكن أن يحل أو يواجه مسألة تكتم الأسر عن أفراد عن أقاربها ومعارفها الذين اختطفوا، أو مسألة عملية اختطافهم أصلا؟ صحيح، عدد من الأسر لم تصرح أو لم تدي بأي معلومات عن الضحايا والمحتجزين خوفا من على سلامة المختفين، ونحن نقدر هذه النقطة لأن الأسر عادة تخشى من أن يتضرر هؤلاء المعتقلين أو أن يمارس عليهم ضغوطات بشكل أو بآخر. هذه النقطة. النقطة الأخرى، يجب على المجتمع المدني كما قلت سابقا أن يقوم بدوره. مثلا لدينا نحن الآن عدد من الكشوفات المختفيين سلمناها للجهات الرسمية، منها وزارة حقوق الإنسان، كشوفات موثقة وتأكدنا من صحة معلوماتنا الخاصة بالأعداد اللي يقبعون داخل الاختفاءات داخل السجون السرية، سواء في المناطق المسيطرة عليها من قبل الشرعية أو من ميليشيا الحوثية صالح. هذه الجزء. الجزء الثاني، نعمل على توصيل هذه القوائم إلى عدد من المنظمات الدولية التي تعمل بشكل أو بآخر بالضغط على الحكومة وعلى الأطراف الأخرى بمسألة الإفراج عنهم، منها منظمة الصليب الأحمر الدولية التي أبدت تعاونا كبيرا في هذا المجال. طيب عندما تتحدث حضرتك عن أن بعض الأسر لا يفضلوا الإدلاء بالمعلومات، هذه هل نجحت هذا الأسلوب أو هذا التكتيك من هذه الأسر، هل نجح في مناسبات معينة في أن خرج بالفعل من تم احتجازه ولم يعرف أو لم تبلغ أسرهم بشكل علني عن أنهم مختطفون؟ وفق معلوماتنا الواصلة لدينا من الميدان، عدد من الأسر تبدأ البحث عن محتجزيها بعلاقات شخصية أو بسداد الأموال، ولك أن تتخيل الأموال التي تدفع مثلا للميليشيا تتراوح المبالغ من $500 إلى $5,000، بما يعادل من 300,000 ريال يمني إلى 5,000,000 ريال يمني. تم الإفراج عن عدد من المخفيين والمعتقلين بهذه الطريقة. وهناك طرق أخرى، العلاقة الشخصية كما تعرف نحن باليمن لها دور في إطلاق عدد من المخفيين. الحقيقة اللي يجب أن نهتم فيها أن هؤلاء المخفيين الذين لا يتحملون أي، بعضهم لا يتحمل أو معظمهم لا يتحمل أي مسؤولية سوى أنه كان صدفة في أماكن الاعتقال، يجب أن يعتقلوا، يجب أن يفرقوا أو يطلق سراحهم بلا قيد أو شرط، لأن هذا انتهاك صريح لمبادئ حقوق الإنسان أو مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهد الدولية. أشكرك أستاذ مطهر البديجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وقبل أن أعود مشاهدينا إلى الدكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، سنذهب إلى فاصل قصير، بعده نستكمل هذا النقاش، تفضلوا بالبقاء. أشهدكم الله بحق الأخوة بحق الإسلام، خافوا من الله، إحنا كلنا يمنيين. أسألكم بالله خرجوا عيالنا من السجون، خرجوا عيالنا من السجون. أنا أشعر مرضي قصة لا يخرج تخرج لا يخرج زوجها. لا 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 لا
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نعود إلى نقاشنا مع الدكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، ينضم لنا عبر سكايب من نيويورك. دكتور، إذا سمعنا مداخلة الأستاذ مطهر البوذيجي، كانت هناك يعني النقطة حول أن الأسر تتخوف من الحديث عن أن هناك من اعتقل من قبل أفراد عائلاتهم، يعني أن الرقم المعلن حول عدد هذه حالات الاحتجاز ربما هو أكبر بكثير مما هو عليه بالفعل. يعني هذا الملف إلى أين يمكن أن يصل في حال تمت يعني يتم الاستمرار بالتعامل معه من قبل الأطراف المنتهكة بهذا الشكل؟ أنا أتفق مع الأستاذ البوذيجي حول أن الرقم قد يكون أكبر بكثير مما ذكر، وأن العلاقات الاجتماعية وتضارب المواقف السياسية في اليمن في الوقت الراهن يفرض على بعض الأسر أن لا تصرح بالمفقودين من أبنائها أو أعضائها. نعلم بأن هناك من لا يريد أن يبوح بأن قريبه انضم إلى هذا الطرف أو ذاك، بما فيها حتى الأطراف المتطرفة في الساعة. أيضا كما نشاهد كل يوم ونسمع بالإخفاءات القسرية في عدة محافظات يمنية، كان آخرها ما حصل اليوم في محافظة تعز في اختفاء أحد الناشطين الحقوقيين واختفاء العشرات من قبل. فأعتقد بأن السلطات الحالية في مختلف المحافظات من سلطات شرعية وسلطات غير شرعية، سلطات ميليشياوية أو غيرها، تحتجز الآلاف بدون علم الجهات الحقوقية المحلية والدولية. لذلك لابد يعني من طبعا هي عمليات الاحتجاز ليست فقط يعني لا تقف عند الاحتجاز فقط دكتور دحان، أليس كذلك؟ هناك أيضا مسألة تعذيب، هناك أيضا مسألة تجويع، هناك مسألة يعني حرمان من الخدمات الأساسية ربما والرعاية الصحية المناسبة، خاصة مع وجود يعني انتشار وباء للكوليرا هذه الفترة. إذا هناك أيضا ما بعد عملية الاحتجاز التعسفي هذه أيضا. عندما نتكلم عن الاحتجاز التعسفي فله ما بعده. كلمة تعسفي بحد ذاتها تكفي لأن تتوقع أسوأ المعاملة. نحن نعرف بأن هناك من قضى في المعتقلات التعسفية، وهناك من يعاني من الأمراض المزمنة، وأرقام مخيفة أيضا في أوساط المعتقلين قسريا حول انتشار الأوبئة في أوساطهم. فالعملية هي عملية عشوائية، عملية لا إنسانية تحمل ما بعدها، فربما ننتظر أخبار أكثر سوءا في الفترة القادمة إن لم يتم معالجة هذا الأمر ولو بشكل جزئي، على الأقل الحد منه ووقف من يقوم في هذه الانتهاكات. وأؤكد مرة أخرى بأنه لا بد للمجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولي من أن يلعب دوره ويضغط باتجاه تخفيف معاناة المختطفين قسريا بأي طريقة كانت، حتى لو اضطر المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات رادعة بحق من يقوم بهذه الخروقات، على الأقل تسمية القادة المعنيين بهذا ووضعهم في قائمة سوداء لكي يكونوا عبرة لغيرهم ويتم الحد من انتشار هذه الظاهرة. طيب برأيك الآن، يعني نحن شاهدنا مثلا قبل عام تقريبا عندما كانت هناك محاولات لوجود مفاوضات من نوع ما ما بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، وضع شرط من شروط بناء الثقة الإفراج عن كافة المختطفين والمعتقلين لدى سجون الميليشيات. هذا الأمر توقف، يعني الآن ليست هناك أحاديث عن هذه عملية الإفراج هذه. ميليشيات الحوثي آنذاك رفضت التعامل مع هذا الملف بجدية، كما يعني ظهر ذلك في كثير من بيانات الأمم المتحدة، لكنها في ذات الوقت مثلا في عمليات أخرى في وساطات قبلية مثلا أو وساطات
تبادل أسرى تقوم بالإفراج عن بعض المعتقلين لديها لكن تحت وصف أسير، لماذا تقوم بذلك؟ لماذا ترفض الاهتمام الأممي وتقوم بعمليات تبادلية ثانوية؟ أعتقد في هناك مؤثرات أخرى، ومن أهمها يعني هي أو هو الجانب المادي، كما نعلم بأنه أصبح هناك دفع رشوات مقابل الإفراج عن بعض المعتقلين قسريا، وهناك مؤثرات أخرى، لكن بشكل عام لابد من التدقيق في هذا الجانب، يعني على اعتبار أن من يقوم بهذه الأعمال لا يلتزم بأي مواثيق دولية ولا حقوقية إنسانية أبدا، بقدر ما هو يعمل عمل عشوائي، عمل مخالف لكل القوانين. طيب دكتور دحان، سنستمع الآن أو ستنضم إلينا الآن عضو رابطة أمهات المختطفين أم الحارث معنا عبر الهاتف من صنعاء. سيدة أم الحارث، أوضاع المختطفين الآن، نحن أقبلنا يعني دخلنا في شهر رمضان، بداية كل عام وأنتم بخير، كيف هو الوضع الآن؟ هل هناك أمور مبشرة بالنسبة لكم؟ أولا شهر مبارك على جميع اليمنيين، وإن شاء الله أنه شهر الحرية لجميع المختطفين بإذن الله. أوضاع المختطفين في داخل السجون الحوثية مزرية جدا، خصوصا في هذه الأيام الحالة الصحية مع انتشار الوباء، منع دخول الأكل إلى بعض السجون، منع وصول الماء إليهم، منع وصول المواد الغذائية، وأيضا يعني من ناحية الإفراج هناك يعني تعنت شديد من قبل الميليشيا. لا نجد الأمل فيهم بالإفراج عن المختطفين، إلا يعني العام الماضي كان أوهمونا بقرار العفو العام الذي قامت به، أما هذا في هذا الموسم وفي نفس الموسم قاموا بمنع الزيارة عن بعض السجون، وأيضا هناك يعني بعض هناك مخفيين في السجون، أهاليهم لا يعرفوا مكانهم. أيضا هنا في هذه الفترة وفي هذه الأيام زادت الاعتقالات، فهم إذا أخرجوا ثلاثة أو أربعة أشخاص استبدلوا بدلهم بالعشرات، فحالة المختطفين في سجون الحوثي تريد حل من جميع المنظمات، تحتاج إلى تكاتف من جميع المنظمات، سواء منظمة هايمن أو منظمة العفو أو المنظمة سامك، وهذه المنظمات التي تعمل يجب أن تتكاتف وأن توقف حد لهذه الاعتقالات. طيب نتمنى منهم أن يتواصلوا مع هذه السلطات التي تقوم حتى نجد خيط يوصلنا من وراء هذه الاختطافات، إذا كانت السجون سجون حكومية والخاطف ميليشيا، فأين القانون بحق هؤلاء الخاطفين؟ طيب في هذه الفترة هل تمكنتم من زيارتهم، يعني من زيارة المختطفين، من الاطلاع عليهم أو معرفة أحوالهم بشكل أكبر؟ بالنسبة لبعض المختطفين أو بعض السجون كسجن الأمن السياسي، بالنسبة لنا نحن منذ 4 أسابيع لم نتمكن من زيارتهم، مجرد حتى الأكل منع دخوله. الآن منع دخول الأكل لهم؟ نعم، بحجة الوباء، ولكن لا نظن هذا الوباء، فهم في العام الماضي كانت نفس الطريقة، في شهر رمضان بدل أن تدخل الرحمة إلى قلوبهم في هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الكريم، شهر المؤاخاة والرحمة، يزداد قسوة ويحرمون المختطف الذي ينتظر أهله، الذي ينتظر زيارة أو أولاده ويعتبرها كيوم عيد أو كيوم فرحته،
يحرمون في هذا اليوم وبهذه المناسبة، وكأنهم يتعمدون التعذيب النفسي للمختطفين وأهاليهم. طيب سيدة أم الحارث، الآن قبل فترة كان المبعوث الأممي بصنعاء، هناك كان ما يشبه اللقاء مع إحدى يعني القائمات على رابطة أمهات المختطفين، أو كانت هناك حديث ما معه، هل من وعود من قبله؟ هل هناك نوع من الطرح الجاد نحو ضغط على ميليشيات الحوثي لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين؟ هو تفاعل، هو يعني في كان متفاعل في اللقاء عندما قابلناه بعض الأخوات، ووعد بأنه سيهتم بالقضية، ونأمل منهم أن يتابعوا وأن لا ينسوا قضية المختطفين وأن تكون من أولويات قضاياهم. يعني هو الآن في هذه الفترة لوحظ أن هناك عدد من المنظمات التي بدأت تتحدث بشكل أكثر حرية حول هذا الموضوع، اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ مؤتمر الاستجابة الإنسانية وهي تتحدث عن أوضاع السيئة للمعتقلين والمخفيين قصرا بداخل سجون الميليشيا وبقية السجون غير النظامية في أنحاء الجمهورية اليمنية. اليوم هناك من قبل هيومن رايتس ووتش هذا التفاعل ببيان اسمه شهر رمضان فرصة للمعتقلين، حرروا المعتقلين ظلما. هذا التفاعل من قبل المنظمات الدولية هل ترونه كافيا؟ نحن بالنسبة لنا لا نراه كافي، فلدينا مختطفين منذ عامين، نحن نريدهم أن يتابعوا هؤلاء الخاطفين وأن يوقفوا لهم وأن يضعوا لهم حدود وقوانين وأن يجعلوهم يلتزموا. ما وجد القانون إلا للخارج عن القانون، أما الملتزم فماذا سنستفيد؟ إذا كان شخص ملتزم بالقانون فلا يحتاج أن يطبق عليه القانون، هؤلاء يحتاجون القوانين الدولية أن تطبق عليهم وأن يعاقبوا على أفعالهم، وخصوصا هذه الأيام يعني المنظمة تحركت بعد ماذا؟ هناك الكثير داخل السجون، المرضى، المعاقين، الذين أصيبوا بأمراض مزمنة، الذين استشهدوا، يعني أعداد مهمة مهيلة بالنسبة للمختطفين. طيب أستاذة يعني سيدة أم الحارث، الآن أنتم أيضا يعني هي المعاناة ليست فقط للمختطفين، هي المعاناة أيضا للأهالي، خاصة الأطفال، من كان متعودا على أن يعني يلتم خاصة في شهر رمضان مع هؤلاء المختطفين والجلوس معهم إلى آخره، كيف تعيشون هذه الأيام تحديدا؟ في الحقيقة أسر المختطفين يذكرهم خصوصا في هذه الأيام وفي أول ليلة من ليالي رمضان، عندما تسمع أهالي المختطفين يشكون حالهم عندما يجتمعون على وجبة الإفطار أو وجبة السحور، ويجتمع الأهالي وهناك فرد ناقص، وهناك طفل يتألم، وأم تبكي، أو أم غادرت هذه الحياة وكان أملها بأن ترى ولدها، يعيشون هذه الأجواء يعني محزنة جدا. نعم. طيب بشكل عام هل هناك نوع من الخروج، يعني كان هناك نوع من الإفراج عن بعض المختطفين؟ كانت هناك في مأرب فعالية حول ما الذي كانوا يعانونه في المختطف يعني في سجون الميليشيات؟ كانت هناك ندوة تقريبا تحدثت عن معاناتهم، هل بالنسبة لكم أنت إحدى يعني أقارب المختطفين في سجون الميليشيا، ما هي الآمال الآن؟ نحن في شهر رمضان الآن، هل هناك نوع من الأمل بالإفراج عن المختطفين؟ يعني الأمل بالله سبحانه وتعالى، ونحن نأمل من المنظمات وممن لهم شأن في هذا أن يحاولوا أن يتدخلوا بالإفراج عن هؤلاء المختطفين، فقد طالت مدة اختطافهم، ولو أننا كنا لا نرضى بالتبادل، ولكن حينما ساءت الحالة وعندما عجزت المنظمات أن تجد حلولا لهؤلاء المختطفين، نتمنى أن بدل أن تقوم السلطات الشرعية أو المقاومة بالإفراج والتكرم
والإفراج عن بعض الأسرى الذين كانوا في جبهات القتال مقابل مختطف أخذ من بيته. نتمنى أن يتحركوا في هذا الملف، فقد ضاقت على الأهالي. أشكرك أم الحارث، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. شكرا لتواجدك معنا وحديثك إلينا في هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نعود إلى الدكتور دحان النجار للحديث معه حول نقطة مهمة. يعني السيدة أم الحارث تحدثت عن منع الأكل الآن عن بعض المختطفين بحجة الوباء، منع الزيارة بشكل أكبر. تتصاعد المعاناة مع أن يعني الحديث عن وجود شهر رمضان وتوقعات بالإفراج وما شابه. هذا الوضع بالنسبة لملفات حقوق الإنسان لا يقتصر فقط على يعني المحتجزين قصرا. بيانات هيومن رايتس ووتش أيضا تتحدث عن وجود أطفال في هذه المعتقلات وحاجة إلى إطلاق يعني إطلاق سراح الأطفال دون أي تأكيد ودون أي شرط أو ما شابه. إلى أي مدى يعني تشكل هذا الأمر تراتبية في الجرائم؟ يعني نحن نبدأ بعملية اعتقال لأناس، ثم اعتقال خارج نطاق القانون، ثم اعتقال أطفال. يا أخي الكريم، بعض هذه السلوكيات ترقى إلى مرتبة جرائم حرب من الدرجة الأولى. اعتقال الأطفال والاختفاء القسري والتعذيب والحرمان من الدواء والغذاء، أيضا التعذيب المفرط، هذه كلها ظواهر ترقى إلى جرائم حرب بالنسبة لتفسيرها في القانون الإنساني الدولي. لكن على ما أعتقد بأن القائمين على هذه السلوكيات لا يعون ما هي معايير القانون الإنساني الدولي ولا ما هي حتى المعايير الأخلاقية الدينية في المجتمع. نعرف يعني أنه على الأقل في هناك عرف بأن المهيمن يكون كريم مع الأسير، فما نشاهده اليوم ونسمع عنه من مختلف المناطق ومن مختلف العائلات، الابتزاز المادي، ابتكار أو اختلاق المبررات للاعتقال من شأن الابتزاز، يعني كل هذه السلوكيات بالصراحة لم نكن نتوقع أن يتم ممارستها في هذه الفترة بالذات، في زمن ارتفع فيه الصوت الدفاع عن حقوق الإنسان، في زمن تقلصت فيه الأمية السياسية والأمية الأبجدية في المجتمعات وخاصة في مجتمعنا أيضا. لكن على ما يبدو بأننا الآن أمام انكسار، أمام ارتداد في القيم، أمام ارتداد أخلاقي، أمام ارتداد إنساني وديني. لابد من الوقوف بجدية أمام هذه الحالات، لأن الإنسان هو غاية كل التطورات في هذا الكون. فإذا لم ندافع عن الإنسان وعن حقوقه أمام ظالميه، فما قيمة وجود مؤسسات دولية ومحلية وإقليمية تدعي بأنها تدافع عن الإنسان وعن عيشه الكريم؟ إذن أشكرك دكتور دحان النجار، رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب اليوم من نيويورك. شكرا لتواجدك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، ولكل الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل التحريري والفني، في أمان الله.